على راديو كتفان حرير تونس رايكم يبدل. رقم ديما وصل 72 82 300. مرحبا بالجميع ومرحبا بأمل في آخر فقرة والحمد لله. خلي نرمين تكمل معاك بالحق تعبتني يا أمل. نرمين أهلا بك. مرحبا. يلا نمشي معاك النساء من الذاكرة من تونس العزيزة. تونس العزيزة اليوم اختارنا وسيلة بن سالم من مواليد 1921 أصيلة صفاقس. 1937 تحصلت على شهادة ختم الدروس من مدرسة الفتيات المسلمات حيث تلقت بالتوازي دروس في اللغتين العربية والفرنسية والتربية الدينية، إلى أن عارضتها جدتها مواصلة تعلمها بتلك المدرسة منذ أن كلفتها مديرة المدرسة مع صوفية شوار بتقديم باقة زهور وإنشادها نحن أمامك يا ماريشال. كانت القاعدة ينبنى عليها التزام وسيلة بن سلم مكافحة الاستعمار هي احتفاظ ولدها بالعلم التونسي مخبأ في جميع الوثائق في البيت. 1950 أسست شعبتين دستوريتين نسائيتين المدينة وربط. كانت وسيلة بن سلم من المشاركات في الاجتماعات التأسيسية لشعبة المدينة، كما انتخبت رئيسة مساعدة محلية متريكي ودعت إلى تحرر النساء وتحرير البلاد. حصلت الإعانات لفائدة الفلاجة وعائلة المساجين الوطنيين. 8 مارس 1952 شاركت في اجتماع منزل مجيدة لوز موضوعه أن الحزب أرسل سعيدة ساسي ونيلة بن عمار لصفاقس بغرض تنظيم مظاهرة نسائية، وما إن خرجت المظاهرة حتى وقفها الجيش مع 5 نساء أخريات وحكم عليهم سنة سجن مؤجلة التنفيذ مع غرامة مالية. يعطيك صحة، شكرا ليك نرهين. طبعا نفس الفقرة تلقاها ديما في ختام الحصة نساء من الذاكرة سواء في تونس العزيزة أو باش نختاروا من بعد شوية نمشي للعالم العربي. كل مرة هكا نختاروا إنسان عاودوا فكركم بإنجازاتهم التاريخية. طبعا شكرا لكافة الفريق، يعطيكم الصحة الناس الكل. شكرا لكم كذلك على الاستماع، تقابلوا غدوة الحين إن شاء الله. باي باي.